حياكم الله إلى هذا الموجز من قناة التناصح. قصف طيران تابع لمجرم الحرب حفتر قاعدة الجفرة بالتزامن مع وصول طائرة مدنية تنقل مسافرين، وتداولت أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين. مصادر أكدت أن طيران حفتر استهدف كتيبة الوطن التابعة للمجلس العسكري مصراتة بقاعدة الجفرة، مؤكدة إصابة الناطق باسم المجلس العقيد إبراهيم بيت المال واستشهاد أحد المدنيين وإصابة اثنين آخرين. استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون بجروح بمنطقة قنفوذة جراء قصف جوي استهدف المنطقة السكنية مساء الاثنين. مصدر من المنطقة قال في تصريح للتناصح إن طائرة إماراتية دون طيار شنت أكثر من 4 غارات جوية على قنفوذة يوم الاثنين. ومن جهته أيضا قال مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي إن طائرة من نوع ميغ تابعة لمجرم الحرب حفتر استهدفت بعدد من الغارات الجوية منطقة قنفوذة والإمارات الصينية. أكد مصدر دبلوماسي ليبي استقالة وزير الداخلية المفوض بحكومة البعثة الأممية العارف الخوجة ومغادرته البلاد. المصدر قال في تصريح له إن الخوجة اعتذر عن منصبه منذ أكثر من أسبوعين وتوجه إلى دولة تونس دون معرفة أسباب الاستقالة. ويأتي الكشف عن استقالة وزير الداخلية المفوض بحكومة البعثة الأممية بعد استقالة الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح الذي أرجع استقالته لفشل المجلس في القيام بمهامه. قدم العضو عن مدينة الزاوية عبد الباسط النعاس والعضو عن مدينة صبراتة العربي الشريف استقالتهما للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور اليوم الثلاثاء. عضو لجنة صياغة الدستور نادي عمران قالت لوكالة أنباء التضامن إن الهيئة وافقت على استقالة عضو الهيئة عن مدينة الزاوية عبد الباسط النعاس بعد إعلانه عدم الاستطاعة في الاستمرار، موضحة أن الهيئة خاطبت المفوضية العليا للانتخابات باستدعاء البديل. قرر رئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيليوني اتخاذ إجراءات وصفت بالصارمة بشأن المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. جنتيليوني وفي تعميم إداري صادر عنه لمختلف أجهزة الأمن بإيطاليا أوصى بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين وطردهم بعيدا عن إيطاليا. ويعتبر التعميم الإداري الجديد وفق المراقبين بمثابة إعلان فشل المهمة البحرية الأوروبية في المتوسط والمعروفة بعملية صوفيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.